الماضي انت خطيف هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف مشيك عني وداري داري داري ليه بتحب تيدي في ناري 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 داري مشيك عني وداري داري داري ليه بتحب تيدي في ناري 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 قلبي مسلم ليك يا عاشق من اول مش محتاج عنك ترويني بجمالها قلبي مسلم ليك عاشق من اول مش محتاج عنك تكويني بجمال داري موشك عني وداري داري داري ليه بتحب تيدي في ناري 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 كيف قلبي ياللي جمالك قاي لو فكرت اخبي عيني تبوح بهواك زهما واكف قلبي ياللي جمالك قاي لو فكرت اخبي عيني تبوح بهواك وارجع تاني واقول قلبي بحضنك داد عاشق عينه بضلك ساكن عينك داري داري موشك عني وداري داري داري ليه بتحبي تيدي بطاري ناري ناري داري موشك عني وداري داري داري ليه بتحبي تيدي بناري ناري ناري يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان ونتمنى تقضوا وقت حلو عندنا النهارده في 4 شارع شريف وتشوفوا حاجات جديده ومختلفه وحلقه بدايه الاسبوع ونتمنى تقضوا معانا اسبوع حلو في 4 شارع شريف. النهارده عندنا اكلات حلوه قوي وفريده موسى منوره اهلا. فيرو يا اهلا اي ميس يو هو انا كمان أخبارك والله إيه؟ الحمد لله كله حلو حسيت شعرك حلوه قرار بقى ايه شعر طويل حلو انت حلوه كل في كل حالاتك اكلاتنا ايه النهارده هنعمل ثلاث وصفات اول وصفه هنعملها مكرونه بصوص الزبادي وصفه شيف امال الله يرحمها الله يرحمها وهنعمل كمان وصفه ليها اللي هي سلطه الفاصوليا أوكي. وهنعمل بقى تحليه كده خفيفه بزبادي المراعي هنعمل مافنز بالزبادي بالمانجا وجوز الهند الله, الله احنا عندنا النهارده الحلو بزبادي المراعي بالظبط بقطع المانجا والصنفين الحادق من وصفات مدام امال جلال الله يرحمها ميرسي ان انت عملت لنا الوصفات دي وخلينا اقول طبعا الاسبوع ده كل الاكلات اللي في المطبخ كل يوم هتلاقوا معانا وصفه من وصفات مدام امال جلال الله يرحمها اللي عملت لنا احلى شغل في الحقيقه في 4 شارع شريف وهي اكيد دلوقتي في مكان احسن بكتير ومش اكلاتها مش يعني مش هتقتصر على الاسبوع ده بس بعد كده مرتين او ثلاث مرات في الشهر دايما هنعمل اكلات او اصناف من الاصناف اللي هي كانت بتعملها عندنا عشان دايما نفضل فاكرينها. طيب بعد ما نخلص مع فريده الاكلات الحلوه دي هيكون عندنا استاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب بعد كده هتطل علينا زي كل يوم سبت نيس ماميت هتأهلا ستيني اسمع عامل ايه اهلا وسهلا اخبارك ايه فين الكم التاني واحده واحده حلو 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 هتكلمينا على ايه النهارده
النهارده هحكي لك شويه حواديت وفكاهه من جحا وستي نوجا قالت لي. جحا جحا بحماره من غير حمار. منوره اهلا بيكي. نختم يومنا النهارده بقى بعرض ازياء، والنهارده معانا عرض ازياء زي ما بنقول كده فيري سبيشال، ومعانا مصممه ازياء عامله حاجات حلوه قوي مختلفه قوي. هي اصلا من اسوان، يعني فنانه من الطراز الاول، عامله الوان حلوه قوي، حاجات مطبوعه مختلفه جدا. خلينا نرحب النهارده باستاذه ندى محمد صالح مصممه الازياء. اهلا ندى. منورانا. ميرسي. شرفانا. ميرسي. دخلتي عالم الازياء من قد ايه؟ من 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. وانا بقدمك هقول ندى يعني هنشوف تصميمات فيها جراءه وفيها مصر. مظبوط. وفيها خامات حلوه وفيها الوان غير مسبوقه. ايوه صح كده؟ مش لايقه على بعض، مطرقعين. لا هي لايقه على بعض جدا. انت هي مع الناس التانيه هتبقى مش لايقه على بعض، عندك انت لايقه على بعض، هتبقى لايقه على بعض بالظبط كده. اهلا وسهلا بيكي. مدام في عرض ازياء يبقى اكيد بنات الشارع الحلوين جايين جمال ولابسين النهارده لبس حلو قوي، وبرحب بيهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا ست سيرين؟ بقول لابسين لبس حلو قوي النهارده. منوره. فيكتوريا ازيك يا استاذه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وهنا فيروزه وسيرينا وحاجه لطيفه خالص، منورين. طب عندنا كمان النهارده فرقتي مزازيكي مع الاستاذ العدليب حسام حسني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. واعتقد دلوقتي هنسمع اغنيه للكينج محمد منير الرمان، وبعد كده فصل، بعد الفصل نرجع لكم مع فريده موسى. خليكم على سمحتوا مزيكا. بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان، اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان، ما تتحركش ولا تجري ولا تصدقش يا رمان، ولا تيجي على حجري لا تشرب اسود الحرمان، ما تتحركش ولا تجري ولا تصدقش يا رمان، ولا تيجي على حجري لا تشرب اسود الحرمان، اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان، اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان. عشقت من غير سبب، عرفتني منفعة، علمت قلبي الأدب سنتين تلات أربعة، عشقت من غير سبب، عرفتني منفعة، علمت قلبي الأدب سنتين تلات أربعة، عدى الزمن وخلاص أهو بقى مين حب مين ادى، اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان، اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان. شكرا. أربعة اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فرافيرو فريده موسى منوره ومتالقه. اهلا وحشتيني. يا اهلا والله. وانت كمان انت اصل بقالك فتره ما طلعتيش. دي حقيقه وحشتيني جدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. حلو. الحمد لله كله حلو. حسيتي شكلي كده بقى لان كلكم بتقولوا لي كويس كويس. اخبار بنتك ايه؟ الحمد لله. شقيه؟ الحمد لله. الحمد لله شقيه. كويس. شقيه الحمد لله. شقيه الحمد لله.
كويسه الحمد لله. انا غالبا اتعودت بقى يعني خلاص بقيت متقبله اللي بيحصل يعني. بس انت من النوع ده اللي هو بتقبل متأدبت كده مش عارفه يعني بص باخد وقت شويه بس بعد كده خلاص ما بتاثرش بقى. هي بس المشكله يا شريف انه الحاجات دي بتخوفك قوي عليهم. بمعنى الشقاوه. هي شقيه قوي كده؟ لا هي مش موضوع شقاوه قد ما موضوع الاستكشاف عندهم ممكن يعملوا حاجه خطر اللي هو بقى كوبس كهرباء مش عارف ايه. كلنا كنا كده. هذه مشكله بس فهمنا قيمه اهالينا يعني فهمنا هم قد ايه تعبوا. بس انت خلي بالك ان دايما يقولوا الطفل وهو صغير كل ما بيكون شقي لما بيكبر بيهدى هيبان. عشان انا اتقال لي حاجات كتير وطلعت حاجه ثانيه. طب انت وانت صغيره كنت ايه؟ انت هاديه شخصيه دلوقتي إيه؟ يعني من ساعه ما عرفتك انت تعتبري طبعا شخصيه هاديه. وانت صغيره كنت لا شقيه. اوكي. انا كنت ايه بقى؟ هادي. دلوقتي انا ايه؟ لا يعني في فرق. اصل انت مش موضوع شقاوه يا موضوع ان انت لا ما كنتش بستكشف قوي. انا كنت يعني زي ما بتقولي ايه عامل زي البطه البلدي كده قعدوني هنا افضل قاعد بالست سبع ساعات ما بتحركش. قالوا لي ان كل الاطفال كده. اشوف بقى كل واحد قال لي لا انا كنت كده بجد. انا لا 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 بصي انا مثلا طبعا ايام ما كانش فيه لا جيمز ولا كان فيه تلفزيون بالعافيه فقعدوا يفضل قاعد والله دي حاجه لطيفه جدا للاهل. ما يعني ما كنتش مشاغب وما كنتش بلعب حاجات وما كنتش امسك الحاجات وحتى لما بقى عندي 6 7 سنين استحاله اكسر حاجه في البيت بجد؟ لا 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 ايه ده؟ لا ما انا بقول لك بقى يعني في اكيد اطفال هاديه بس لا لما بيبقوا اشقياء وعايزين يستكشفوا. طب جوزك خلص. كان ايه وهو صغير؟ بس انت برضو جوزك شخص كلاسيكي وهادي. لا هادي كان هادي وما زال يعني بيقولوا ان هو هادي وما زال يعني عامل زيك اللي هو لما كانوا يحطوه في مكان. انت مش كده؟ ما كنتش قاعده؟ لا ما كنتش كده. بس انت اخوكي هادي. اخويا هادي صح. بس هو طول عمره برضه اهدى مني. اوكي. يعني وهو صغير كان اهدى يعني. يلا نسميها بعد كده فريده الشعنونه. ايه فريده المجنونه. يا ضيفة علمونا يا ضيفة ودي فريدة المجنونه. تعلمت الادب والله. طيب احكي لنا بقى النهارده كده عاملين ايه؟ هنبتدي بايه؟ بوصفه مكرونه بالزبادي وصفه شيف امال الله يرحمها. اوكي. وبعدين هنعمل سلطة الفاصوليا برضو بتاعت مدام أمال. أوكي. وهنعمل موفنز بزبادي المراعي اللي هو زبادي بالمانجا وجوز الهند. أوكي. طيب يبقى النهاردة كده عندنا أكلتين من وصفات مدام أمال جلال الله يرحمها. وصفة اللي هنعملها بعد الفاصل هتكون وصفة حلويات ومستخدمين فيها زبادي المراعي بقطع المانجا. ونبتدي بأول وصفة معنا المكرونة. المكرونة. يلا. اول حاجه هقول مقادير. نص كيلو لحمه مفرومه احنا معصجينها عشان الوقت. بتتعصج ببصله مكعبات وفصين ثوم وملح وفلفل وشويه زيت. كوبايه الا ربع عصير طماطم. كوبايه جبنه مبشوره. نص كيلو زبادي. بيضه معلقه نشا ربع كوبايه ميه. أوكي. بس كده. هي وصفه لذيذه وسهله وان شاء الله اعرف اعملها يعني قريبه من الوصفه بتاعت مدام امال يعني. انا عارف ان انت هي كنت يعني انت من حبايبها الحقيقه. الحقيقه الله يرحمها بحبها جدا الصراحه. ما فيش حد ما يحبهاش. طيبه ملاك الحقيقه. يلا اول حاجه احنا قلنا عصجنا اللحمه فهنحطها تسخن كده على النار وهنقلب تقليبه وبعدين هحط على طول عصير الطماطم واحنا حاطين في اللحمه ملح وفلفل فمش هنزود ايه ملح خالص بس هي كانت قالت انه اللي حابب يزود سنه سكر عشان مزازه الطماطم يحط. انا هحط سنه السكر. اعمليها زي ما عملتها بالظبط. بالظبط. وهنسيبها المفروض يا شريف ان هي تتسبك كويس تتقل يعني صوص الطماطم يتقل شويه ولونه طبعا يغمق وبعدين نعمل الخطوه اللي هي بعد كده اللي هي هنحط معلقه نشا مع شويه ميه على الصوص ده. طب نعمل كده؟ يلا بينا عشان الوقت بس. نجيب لك ميه ولا انت عندك؟ ممكن شويه ميه. اي شويه ميه. الاول هنعمله كده. بصي كده كفايه ولا احط تاني؟ ماشي استنى كمان بس كده. حلو قوي. لا ممكن تاني لان ده نشا كتير. واجيب بس منديل. استني هقلبها لك انا.
دي هنحطها على ايه معلش؟ دي هنحطها على اللحمه. اوكي. مش عارف ادوبها اكتر من كده ولا ايه؟ انها بودينج اهو. اه لان النشا كان كميته اكبر من المعلقه. طب استني انا هقولك. انا هقول لك على حاجه، احنا ممكن ناخد جزء في حاجه ثانيه ونحط عليه شويه ميه. اهي في بوله بتاعت ال ايوه سكر. صح. ناخد معلقه بالظبط ونزود بقى شويه ميه. كويس كده كده، حتى الطماطم تلحق تتسبك شويه. هنا بقى في خطوه هنعملها. احكي للناس. اللي هي بتاعه الزبادي. هنجيب بوله، والمفروض على فكره المكرونه يا شريف تكون سخنه، يعني احنا اهي احنا سخناها تاني بميه مغليه علشان الزبادي مع هنحط عليه بيضه وهيستوي بسخونه المكرونه. اوكي. السخونه بتاعه المكرونه نفسها اهي بقى. حلوه حلوه. عايزه بوله كبيره؟ بوله اه. هنصفي بس فيها، هنعمل قصدي فيها الصوص. هنا بقى الصوص ده هيتقل شويه. هنا هنحط زبادي. هنستخدم زبادي اللي هي نص كيلو. اوكي. وهجيب ملح وفلفل. هي دي 400 جرام بالظبط، يعني اقل من نص كيلو، حاجه بسيطه. وهجيب مضرب. هعمل ايه؟ هقلب الزبادي كويس وهحط عليه البيضه وفلفل اسود. الله. كتير بقى عشان البيضه. وشويه ملح صغيرين. بس كده. تمام؟ تمام. المفروض المكرونه تبقى سخنه. اه المفروض المكرونه تبقى سخنه لسه طالعه يعني. خلاص احنا هنا هنصفيها بس. دي هنا. هي سخنه فعلا. اه ما انا سخنت الكاتل وحطيتها. خلاص؟ حطها فين؟ وهنحطها. حطها جوه هنا؟ اه. المكرونه. يعني هي في التقديم ممكن نحط الصوص عليها علي. من على الوش. بس احنا هنغرقها. بس احنا علشان تستوي البيضه كمان. يلا. بس وهنقلبها. ممكن بقى طبق تقديم. حاضر. هنا الصوص تقل بقى حلو قوي. ما عايزين طبق تقديم. اوكي. نقفل. هشيل لك كل حاجة. استني ثانية واحدة. نمسح دي وانا هجيب معلقة اقلب المكرونة. يلا احط في عايزه تقلبي دي؟ اه عشان بس البيض يستوي. بصوا هنا البيضه عشان المكرونه المفروض تبقى سخنه قوي عشان البيضه تستوي بالحراره يعني بتاعه المكرونه. بتاعه المكرونه اهي. ريحتها تجنن. اكله حلوه قوي، جربوها لو سمحتوا. اهو هنروح حاطين فوقيها شويه جبنه مبشوره وبعدين اللحمه. هاتي انزلها لك. ماشي. يلا. حلو قوي الطبق ده. اه جدا. قوي. وسهل قوي. وبعدين شويه جبنه تاني. عايزين بقى تزينوها ببقدونس اي حاجه زي ما انتوا عايزين، ده بقى اختياري. اهو. بس كده. ممكن تجربوا الطبق ده يا جماعه. اهو. حقيقي هو بسيط بس يا شريف طعمه حلو. حلو قوي. طيب. ممكن ننزل مقادير طبق السلطه. اتفضل. سلطه فاصوليا، كوبايه فاصوليا خضراء، كوبايه فاصوليا حمراء، كوبايه ذره، بصله شرايح، كوبايه طماطم مكعبات، للصوص خل وعصير ليمون وملح وفلفل، معلقه خل ومعلقه عصير ليمون وملح وفلفل. فيهاش اي حاجه. سهله جدا. وطعمها حقيقي مختلف. انا هنا يا شريف حطيت على البصل الشرايح حطيت عليه فلفل اسود. خلاص هحطه الاول وهحط عليه الخل والليمون. ادي خل وادي ليمون مع البصل وعليهم الفلفل وشويه ملح كده. ملح بقى على حسب كميه الحاجه اللي عندكم طبعا، يعني لو حابين تزودوا حاجه تانية في السلطه تمام، بس هي الوصفه كده طعمها حلو قوي. هي دي الفاصوليا الخضراء المسلوقه. دي مسلوقه بالظبط. صح كده. فاصوليا حمراء. فاصوليا حمراء. ذره حلو. وطماطم مكعبات. مفيش اسهل من كده ولا اطعم من كده بجد. نغرفها حاجه. قلبيها انت بس تقليبها كده.
طبعا دي كل ما بتقعد في الصوص بتاعها او الدريسنج او التتبيله بتاعتها طعمها بتشربه اكتر الفاصوليا فبتبقى احلى. يعني سيبوها في الثلاجه شويه. انا اي سلطه بحط عليها دريسنج احب اسيبها شويه في الثلاجه تشرب الطعم بالظبط. انا بس عايز اشيلها عشان ما اوسخهاش عشان لو وسخنا الدنيا نبقى ايه. احكي لنا كده عملناها ازاي تاني. عملنا حطينا هي سهله قوي، حطينا الفاصوليا الخضراء، فاصوليا حمراء، ذره حلوه، طماطم مكعبات، بصل، الصوص بتاعها او التتبيله بتاعتها، معلقه خل، معلقه ليمون وملح وفلفل، وزودوا الخل او الليمون ده حسب الذوق الشخصي. صحيح. يعني الناس اللي بتحب المزازه قوي كده. اهو طبق غرفنا لكم الطبقين اللي عملناهم النهارده. الطبقين دول من مواصفات شيف مدام امال جلال الله يرحمها. للي ما يعرفهاش هي طبعا شيف، وهي شاركت في تربيتي لانها كانت جارتي في البيت اللي كنت ساكن فيه، واتوفت بعد صراع مع المرض وهي في مكان احسن بكتير الاسبوع اللي فات الله يرحمها. واحنا دايما هنعمل وصفاتها عشان دايما نقول اسمها ودايما الناس تبقى بتدعي لها. طيب احنا كده خلصنا اول وصفتين، تعالي نسمع اغنيه. يلا بينا. هتسمعونا ايه؟ نسمع دلوقتي زحمه يا دنيا زحمه. يلا بينا. زحمه قوي. ايوه فعلا. يلا بعديها فاصل نرجع لفريده نعمل صف الحلويات. خليكم على سمحت مزيكا. زحمة زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة والعنش رحمة ولدوا صاحبه غايب. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة والعنش رحمة ولدوا صاحبه غايب. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة والعنش رحمة ولدوا صاحبه غايب. اجي من هنا زحمة اروح هنا زحمة، هنا او هنا اجي من هنا اروح هنا، هنا او هنا زحمة يا دنيا زحمة. ومعادي مع التمانية، لم السكة دي روح ولا لاقي سكة تانية. الساعة إلا تلت ومعادي مع التمانية، لم السكة دي روح ولا لاقي سكة تانية. وكتير الناس كتير وانا عايز اسبق واطير، كتير الناس كتير وانا عايز اسبق واطير. اجي من هنا اروح هنا، هنا او هنا اجي من هنا اروح هنا، هنا او هنا زحمة يا دنيا زحمة. الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. نعمل بقى صنف حلويات لمشاهدينا الحلوين. وفريدة النهاردة جاية ايه؟ متألقة كالعادة، حاجات لذيذة كده وخفيفة. ايه الصنف الحلو ده اللي انت عاملاه لنا؟ ده مافنز بالزبادي، مستخدمين زبادي بالمانجا، زبادي المراعي طبعا. أوكي. وجوز الهند. الله. طيب واحنا بنقول زبادي المراعي كده خلينا نقول ونفكر الناس ان هو منتجات المراعي يعني اجود انواع اللبن، مفيش اي مواد حافظه ولا الوان صناعيه. زبادي الساده بيكون 100% طبيعي بدون مواد حافظه زي ما قلنا، عشان كده قوامه بيكون ناعم وكريمي وبدون شرش. لو كلمنا عن زبادي المراعي اللي بالفاكهه هنقول
احلى قطعه فاكهه موجوده في السوق، طبعا فاكهه حقيقيه وطبيعيه، ما فيش اي مواد حافظه ولا الوان ولا نكهات ولا الكلام ده كله، وقوامه بيكون ناعم وكريمي وغني جدا. والنهارده فريده اختارت تستخدم زبادي المراعي بقطع المانجا، وجاهزين دلوقتي نقول المقادير. اتفضلوا. كوبايه وربع دقيق، نص كوبايه سكر، 4 علب زبادي المراعي بالمانجا، ربع كوبايه جوز هند مبشور، معلقه بيكنج صودا، ربع معلقه ملح، ربع كوبايه زيت. حلوه، مفيش اسهل من كده. مفيش اسهل من كده. يلا يلا بينا نعمل ايه بقى؟ اول حاجه هنحط الزبادي. عايزه كام واحده؟ 4. طيب طبعا فيها قطع المانجا هتبقى ايه؟ فاكره ما قعدنا ناكل فيها؟ والمانجا في مصر احلى مانجا في الكوكب يا جماعه. صح صح صح، فاكهتنا يعني بجد الفاكهه في مصر. ادي اول واحده وادي تاني واحده. بصوا اهم حاجه ان احنا ناخد اللي تحت في القاع عشان هي قطع مانجا حقيقيه فبتنزل تحت، فدايما بصوا يقلبوها كويس لو هياكلوها على طول. طبعا تتقلب كويس قوي، ولو هتستخدموها في حاجه لازم تجيبوا لغايه اخر قطعه. ممكن تفتحي لي انت واحده؟ افتح واحده. يلا اهي، برضو انتوا ضوافركم بتنفع. شفت بقى؟ اهو اهو اهو، وادي اخر واحده. هتقلبي بعد كده؟ هنحط الاول الزيت والسكر وهقلبهم، وبعد كده انزل بالمقادير الجافه. يلا ادي الزيت. لو خدت بالك يا شريف هي مش دسمه خالص. ده حقيقي وصيفي كده بالظبط. هو الصيف اصلا مش محتاج حاجات تقيله بصراحه ولا حاجات بتاخد وقت. ده حقيقي. هنا قلبنا الزبادي ولا تاخد فلوس بالظبط. هي دي اهم حاجه. بيني وبينك كده قلبنا كويس. وبعدين دلوقتي الكيك الكيك والتورت في الاماكن غالي بقت بزيادة. حاجه لا لا جدا. يعني ايه التورته ب 600 و700 و800 جنيه يعني؟ البيكنج صودا مع الدقيق. هنا انا مش محتاجه اعجن خالص المقادير لان انا عايزاها تقيله، لانه ده اللي بيفرق كمان المافنز. احنا قلبناها، لو عايزين في البيت تنخلوها احسن مع البيكنج صودا اوكي. شكرا يا فندم. هنا هنحط الدقيق وهسيب شويه كده بس ايه اشوف القوام بتاعها. وهنا جوز الهند ونقلب. هتقلب لك انا بقى. يلا انا هنا سايبه شويه يعني للتزيين شويه جوز هند. اوكي ده بيخش الفرن. هنحطه في قوالب ايه بقى؟ هنحط عارف قوالب الكب كيكس. عندي اجيب لك. انا ممكن ازود اخر شويه بس بيقعد قد ايه في الفرن؟ طب قلبي لغايه ما اجيب لك. انا هقول لك القوالب دي بقى. هنسخن الفرن الاول على درجه حراره 175 او 180 وهنحطها في القوالب، وبالظبط بالظبط يا شريف من 10 ل 15 دقيقه وتطلع. بتنفش؟ بتنفش جدا. ورين كده. هنحطها لحد النص عشان هي بتكبر. اوكي اهي اهي. يعني الكمية اللي احنا عملناها دي تعمل كمية كبيرة. هتعمل كمية كبيرة بس بنملاها الكابس دي لحد النص بس. سنة صغيرة كمان. عايزينها بقى تبقى كبيرة قوي زي اللي احنا بنجيبها مثلا من المحلات، املوها اكتر. هي بتفضل تنفش تنفش. هنسيبها ترتاح شوية وندخلها الفرن على طول؟ لا مش هنسيبها ترتاح. اوكي ندخلها. هندخلها فرنة. المهم نبقى مسخنين الفرن قبلها مثلا ب 10 دقائق ولا درجة حاجه. درجه حرارته ايه؟ 175 او 180. دي هتعمل الكميه اللي احنا عملناها دي هتعمل تقريبا 12. تقريبا 12 او 9 من 10 ل 12. وكل ما هتكبروها طبعا الكميه بتاعتها مش هتبقى كثيره قوي بس هتبقى اكبر يعني. اهي هتخش الفرن. ولا بقى فيها بيض ولا فيها اي حاجه. ايه ده احنا استخدمنا الزبادي بس. ماشي خيال يا ناس، شكرا للمراعي بجد سهلتوا لنا حياتنا. طيب هنطلع من الفرن تبقى بالمنظر ده وزوقناها ونزوقها برضه بالزبادي. زوقناها بقى ده اختياري، زبادي جوز هند. طب احكي لنا كده عملتي النهارده من البدايه لو سمحتي. النهارده عملنا 3 وصفات. اول وصفه عملنا مكرونه بالزبادي، دي وصفه مدام اميله الله يرحمها، وعملنا وصفه الفاصوليا بتاعتها برضه
اللي هي سلطة الفاصوليا، وآخر حاجة عملناها موفنز بالزبادي بالمانجا من زبادي المراحل. طيب واحنا ما دام ذكرنا برضو النهارده مدام امال جلال الله يرحمها، في مره عملت معايا تورته مشهوره قوي بس من سنين كتيره، ساعتها انا قلت لها عايز نعمل تورته تتكلف 70 جنيه. فجبنا مقادير بحاجات ب 70 جنيه والتورته متزوقه، فانتوا لو كتبتوا على اليوتيوب شريف مدكور امال جلال تورته اقتصاديه 70 جنيه هتلاقوا، هي تقريبا كان على شكل بلياتشو او حاجه زي كده، هتلاقوا اللينك، خشوا شوفوا التورته دي بتتعمل ازاي واعملوها لاولادكم في الاعياد ميلاد، هتبقى حلو قوي. من زمان كانت بتتكلف 70 جنيه، دلوقتي هتتكلف لها على حسب 170 تقريبا. اوكي طيب خلينا بقى دلوقتي نسمع ايه، هتسمعونا ايه يا ولاد؟ هتسمعوا يا دلع يا دلع لست صباح الله يرحمها الشحروره، نسمعها وبعد كده نروح للاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز زهر الطب. خليكم معانا لو سمحتوا، شكرا فريده. مزيكا دلع يا دلع دلع ويبي الحلوين تطلع، يا دلع يا دلع دلع ويبي الحلوين تطلع، روحي حبت روح وقلبي فيك اتولع، روحي حبت روح وقلبي فيك اتولع، قلبي فيك اتولع يا دلع دلع وبالحلوين طلع، يا دلع دلع وبالحلوين طلع، يا دلع دلع. قلبك ما حب يلي قلبك أطيب قلب، قلبي غير قلبك ما حب يلي قلبك أطيب قلب، انت غني لي عالحب وانا بقعد بتسمع، انت غني لي عالحب وانا بقعد بتسمع، يا دلع دلع حلوين الطال، يا دلع دلع وبالحلوين الطال، يا دلع دلع. أيوة أربعة شارع شريف. لك إيه؟ إيه إيه؟ أقل لك آه آه آه، بقال لك حلل حلل حلل، شفنا مثلا مثلا مثلا، فقال لك إيه؟ إيه قال لك ايه ايه ايه، قال لك اه اه اه، قال لك نسمه 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 مدحت. انا بحبها قوي ست شريهات، قوي قوي قوي، حبيبه قلبنا كلنا، ربنا يديها الصحه يعني يا رب. يعني تحس فيه سعاده كده. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ كله زي الفل، كله حلو الحمد لله. الحمد لله. هتكلمي على النهارده؟ قلت بقى النهارده نقول حاجه، انا حاسه الناس امتى كده شويه، فقلت بقى اجيب لك حاجات من جحا. يلا حاجات بقى دمها خفيف كده ولذيذ وتنح بقى، واحنا ما عندناش وقت. عندنا وقت بجد. طيب بص يا سيدي، يلا
جحا طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على جحا وان هو شخصيه مركبه وشخصيه معروفه في التراث وفي التاريخ، يعني في ناس نسبوه لشخصيات حقيقيه وفي ناس قالوا ان هو شخصيه مركبه من الخيال على الناس بني ادمين حقيقيين، وفي ناس طلعوا جحا ده ان هو شخص هزلي جدا وشخص ساخر وشخص ماجن وحاجات كده، وفي ناس طلعوه ان هو ذكي جدا وبيطلع من اي موقف بشكل غير متوقع بذكاء فظيع وبخفه دم رهيبه. عشان كده طلعت النوادر بتاعه جحا، والنوادر دي اللي هي نوع من انواع الادب اللي ليه علاقه بالفكاهه والضحك والحاجات دي. خلاص، فنحكي بقى شويه حاجات عن جحا ومواقف مختلفه جحا اتحط فيها وطلع منها ازاي او فكر فيها ازاي او هو بيشوف الموضوع عامل ازاي. مثلا جحا كان في يوم من الايام ساكن في بيت والاوضه اللي فوقيه ما كانش ليها سقف. وبعدين جه راجل كان بيدور على سكن، ماشي بيسال الناس انه عايز سكن وبتاع، فجحا قال له تعالى ده انا عندي سكن ليك حلو جدا. فقال له بجد؟ قال له اه. فخدوا طلعوا الاوضه اللي فوق، فالراجل بص للاوضه وقال له يا جحا دي ما فيهاش سقف، هعمل بيها ايه دي؟ فقال له دي حلوه جدا. طب تخيلها كده في الصيف. قال له اتخيل ايه في الصيف؟ طب وفي الشتاء؟ قال له بقلبها. عنده رد على كل حاجه، هو عنده سرعه بديهه لاي شيء لاي موضوع في اي وقت. هو قال له الصيف قلبها، في الشتاء تبقى جميله وشجره لك حاجه يعني. مره تانية بقى جحا عمل حاجه لذيذه قوي. جحا ادعى ان هو من اولياء الله الصالحين وان هو راجل ليه بركات. طبعا انت عارف الناس اللي بتدعي الحاجات دي بقى بيجي لها بقى ايه حاجات كتير بقى وفلوس هدايا ودور وهدايا واه هتقولي لي تبقى ايه رحله. المهم جحا ايه حب اللعبه وقال لك ايه انا من اولياء الله الصالحين. فسمع الكلام ده مين؟ ملك. فالملك قال ما صدقش طبعا جحا، فقال له طب هاتولي جحا. فجاب جحا وساله قال له يا جحا لكل ولي صالح كرامات، انت كرامتك ايه؟ طبعا ده الملك يعني لو جحا كذب هيتقطع راسه في 3 ثواني. قال له كرامتك ايه يا جحا؟ فجحا بص للملك وقال له عندك حق يا مولاي، انا كرامتي ان انا اعرف اقول لك اللي في قلبك. فقال له طب وايه اللي في قلبي يا جحا؟ قال له اللي في قلبك يا مولاي ان انا كذاب. قال له صادق يا جحا. وبقى عنده كرامه من الكرامات. صح، بس ابن النصحة طلع نفسه كده، انت هتقول عليا ايه؟ كذاب، يبقى هقول لك ايه؟ ان انا عارف اللي جواك، ما اي حد هيشوفك هيقول عليك كذاب. فيري سمارت. بص هو بكلمه، هو ميزه جحا ان هي كلمه بتقلب الموضوع او بتجيب لك حل غير متوقع. بحب الناس اللي كده قوي. بس مش موجودين كتير يعني مع الاسف. طيب حدوته تانية بقى عن جحا. مره كان جحا ماشي وشاف وزير، الوزير كان ماشي حزين وزعلان جدا، فجحا راح اتكلم مع الوزير ده وقال له انت ليه زعلان؟ ايه اللي مخليك غضبان قوي كده وزعلان قوي كده؟ فقال له انا الملك طلب مني ان انا اجيب له حد يشتمه بالذوق وانا مش عارف اعمل ايه. فقال له يعني هو ده اللي مزعلك؟ هو ده اللي مقصر فيك ومخليك ماشي زعلان كده؟ فقال له اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ قال له خدني معاك وانا هشتم لك الملك واللي خلفوه. فالوزير خد معاه جحا ودخل بيه القاعة اللي قاعد فيها الملك. السلام عليكم. عليكم السلام. دخل قعد. فالملك طلع علبة سجاير. بصوا بقى ما نجيش بقى نقول بقى سجاير وامتى وفين، لان حواديت جحا هي متداوله وبتتطور. انا ساكت اهو. ما انا شفت، انا بقول برضو ليك وللناس، ما هو طبيعي، ما هو يعني عادي اي حد هيقف يتساءل. فطلع علبه سجاير ومررها على الناس اللي قاعدين ان هم ياخدوا. فجحا خد السيجاره وقعد يتصعب، ليه يعمل كده؟ فالملك قال له ايه في ايه؟ فقال له هو مش انت الملك فلان ابن الملك فلان؟ فقال له قال له الله يرحمه كان بيدي بالجوز. يعني انت بخيل وابوك كان بيدي بالجوز، هو شتمه بس ايه؟ انت غير مباشر، من غير ما يغلط فيه، من غير. طب الملك عمل ايه؟ ما نعرفش. خلاص بقى، هي الحدوته بتقف عند ذكاء جحا. اوكي، يعني هو
فكره حواديت جحا او نوادر جحا كلها، اولا ان هي دمها خفيف، ثانيا بتقول لك قد ايه هو عنده سرعه بديهه، هو بيرد على اي حاجه وبيخرج من اي موقف بذكاء غير طبيعي. والنادره من النوادر بتاعته بتقف الحدوته عند رد جحا او عند كلام جحا. مش لسه في جحا؟ لا ستي نوجه قالت لي بقى. يلا الله يرحمها. الله يرحمها. يرحم موتانا جميعا. والله. مرات الاب خدها يا رب وان كانت حوريه من الجنه. اوكي. بس عايز اقول لك حاجه، انا حواليا مرات اب والعيال من اللي هم يعني مش ولادها بيموتوا فيها. ما هي دي حالات نادره. يعني دي حالات موجوده وفي على فكره ناس كده كتير. بس نسبه وتناسب هتلاقي ان مرات الاب الشريره المتعارف عليها يعني في التاريخ وفي التراث وفي الحياه وفي التجارب واللي حوالينا وكل حاجه بنسبه يعني ايه خلينا نقول 95% هي شريره. يعني اعرف مرات اب يعني اعرفها كويس في العيله عندنا. فجوزها عنده كان قبل كده، قبل ما يعمل حاجه مهمه لاولادها تتاكد ان هو عمل لاولادها بالظبط الاولانيين. يا اما مش هتعمل. في ناس كده. في ناس تقول لك عشان ربنا شاء يعني عشان بالظبط هي هتبقى. بس انت بتتكلم في نسبه وتناسب قد ايه؟ ما تيجي تشوف ده وتشوف مثلا كام ست مرات اب هي مؤذيه، سواء كانت مؤذيه للولاد بشكل مباشر، لو كانوا بقى لو كان راجل كبير مثلا واتجوز واحده صغيره، وده اللي كنا بنشوفه دايما في الافلام. طبعا بقى بيبقى فاهم وتاخد اللي وراه واللي قدامه ويخاصم عياله ويقاطع مش عارف مين ويعمل ايه. يعني هي وطبعا لو اصغر منه بكتير فاهم، هي بيبقى في سيناريوهات كده اللي احنا طول عمرنا بنشوفها في الافلام دي. ما هي الافلام مش معموله من عدم، هي معموله من التجارب، هي معموله من الواقع، هي معموله من اللي حاصل. فالمثل ده بقى من الامثال اتقال من زمان جدا 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 على فكره مرات الاب. بيقول لك مرات الاب خدها يا رب وان كانت حوريه من الجنه. شوف لو لو احلى حاجه في الدنيا، مفيش احلى من الحوريه من الجنه، خدها عشان هي ظلمه. اللي بعده برضو ما انا بص انا بطلع كل شويه اقعد وانا بدور كده اعمل كده. اخته في الخماره وعامل اماره. هقول لك بقى هبسطها لك. بص، مش انت بتشوف مثلا ناس كتير جدا 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 تلاقي الشخص ده انت عارفه وانت عارف ان هو مش بيراعي ربنا في حاجه، تعرف ان هو الراجل ده او الست دي كذاب خاين مخادع حرامي ايا كان، وتيجي تبص مثلا على الفيسبوك بتاعه ولا على البتاع مش هتلاقي ايه، وقال الله واتقوا الله وهيا بنا الى الصلاه. حبيبي انت يعني هو ده يقول لك ايه، اخته في الخماره وعامل اماره. لسه عندي واحد على الصفحه. شفتيه؟ لا. جاتني شتيمه مرعبه. طبعا انا عندي في حاجه اسمها على المسرح. ايه على الصفحه الكبيره بتاعتي. لما بلاقي حد شاتمني شتيمه متعلصه بروح عامل سكرين شوت وسكرين شوت للبروفايل بتاعه. وكوبي للبروفايل بتاعه وكاتب ومعانا النهارده على المسرح فلان الفلاني. والناس بقى تخش ايه تحفل عليه. تحفل مش بيحفلوا ده بس هم بيجيبوا نفسهم. وكاتبين له كده كل بروفايله طبعا حاجات دينيه. مرعب والله يا شريف. انا في ناس يعني اقول لك ايه، يا مثلا تلاقي مثلا اب مثلا بيشوفش عياله ما بيصرفش عليهم بيعملش مش عارف، تلاقي يقول لك وقال والاقربون اولى. باشا عيالك بتشحت بسم الله الرحمن الرحيم فين؟ والصلاه والصوم وهو حرامي، انت عارف انه حرامي يعني مفيش حاجه مفيش موضوع، بس هو عامل نفسه حاجه ثانيه زي المثل ده بالظبط. يقول لك ايه، اخته في الخماره وعامل اماره. هو يعني عايز يقول لك هو العيب منه فيه يعني، بس هو غالب اخته اللي في الخماره احسن منه. ما احنا بقى بص احنا مش هنخش في هذه التفاصيل. هو ده اكيد. مش بتكلم على مين بمين، بس هو عايز يقول لك هو حد يعني عشان مش المفروض نقيم حد مين فين بيعمل ايه لابس ايه. احنا مالنا؟ لا انا مش بقيم بده. انا مش بقول عليك انت، انا بتكلم في العام. بس ممكن تلاقي حد قصدي يعني في الظاهر طبعا لابس لبس مش عاجب الناس. بيتصرف مش عارف ايه، بيروح اماكن ايه، بس هو
بيتقي الناس زي ما نقول، وحد تاني طول النهار لابس مش عارف ايه ويقول لي كلام حلال وحرام وفي الاخر بي اقول لك في فيديو كنت نزلته انا في العيد، العيد الكبير، وكان معايا بنتي وبنات اختي خلاص، فالبنات قاعدين حواليا وكنت بحكي لهم حاجات على العيد الكبير ومواقف الغريبة اللي بتحصل ليها علاقة بالخرفان والذبح والحاجات خلاص، والبنات قاعدين، الفيديو ده نزل وكمية الناس اللي دخلت بيتكلموا بقى في لبس البنات وفي لبسي وازاي هم لابسين كده وازاي هم قاعدين كده وازاي هم مش عارفة ايه. انتوا مالكوا بنات اصلا؟ يعني البنات مبدئيا بنات صغيرين، يعني اكبر حد هو بنتي 12 سنة، وبنت اختي الكبيره يعني اصغر من جميله بثلاث شهور فاهم، بس لابسين شورتس وتوبس وبتاع ومش عادي، البنات يعني مفيش حاجه يعني. وازاي وهذه والمناسبه؟ قلت لهم مناسبه هو انا مش داخله بتكلم في الدين، ولا انا جايه بدعيكم للصلاه، ولا مش فاهمه ده لا مكانه ولا مجاله، انا بتكلم في حاجه والبنات قاعدين طبيعي، واللي مش عاجبه يا جماعه ما يتفرجش. لا لا هو ما يتفرجش وما يعلقش. انا عايز اسال سؤال، وهو مش مجال المزايده، انا عايز اسال سؤال، انتوا مالكوا؟ ايش حشركوا؟ مش عارف. وهل انت لما انا اجي اقول لك ليه شريف انت لابس كده، هل انا بقيت اكثر تدينا؟ هل انا كده علاقتي بربنا احسن؟ لا هم لا 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 هم فاكرين نفسهم معاهم مفاتيح الجنه. ليه؟ بصوا يا جماعه هقول لكم حاجه لطيفه جدا، احنا هنروح النار خلاص وسايبين لكم اوكي، مالكوش دعوه مالكوش دعوه بينا خلاص، احنا رايحين النار، ابقوا كده اقعدوا اتفرجوا علينا وشاورونا وخلصنا. ناس فظيعه. بس ابص بقى، شفت بقى المثل قام جاي قايل لك ايه على طول؟ الاصيل يتعاتب اما الندل ما يتعاتبش. ما هو ندل. عشان انت هتضيع وقتك وصحتك وبتاع وفي الاخر هو ندل، ودي بتبقى حاجه على فكره بائسه جدا بقى، لما انت تبقى في ناس قريبين منك او ناس انت بتحبهم او حاجه، دايما بتحاول تلاقي لهم مبررات وتحاول تعاتبهم وتفضل تحاول تحافظ على العلاقه، وده بيحصل في علاقات كتيره بس جدا بس في الاخر بتزهقي. بس ده بيحصل في علاقات كتيره، ان انت تفضل بتحاول تحافظ على الناس، والناس دي اصلا ما تستاهلش ان انت لا تعاتبهم ولا تتكلم معاهم ولا تديهم فرصه، لانه في الاخر هو مش سامعك، هو مش سامع غير نفسه بس. اوكي اخر واحد. يا طب حلو قوي، بس هو مثل حلو، بس انا معجبه بالامثال قوي. زورونا بالاقدام ولا تزورونا بالاحسان؟ ده مش فاهمه خالص، سهل قوي بقى. بس واحده واحده كده، زورونا بالاقدام، تعالى زورني، ولا تزورونا بالاحسان؟ يعني انا عايزه اسال على ناس من عيلتي مثلا، بقالي كتير قوي ما سالتش على مش عارف مين، طب انا هبعت له حاجه، لا تعالى شوفني. زورونا بالاقدام، تعالى شوفني، اقعد معايا، اتكلم معايا، ولا تزورني بالاحسان، مش بالفلوس، مش بالهديه، مش بالمجامله، عارف زي لاقيني ولا تغديني، نفس الفكره. وعلى فكره انا كنت قاعده مع حد كبير في السن، حد انت عارفه، فاكر هقول لك اسمه، عم عثمان تقريبا، مش فاكر اسمه ايه، اللي هو اللي في السبتيه بتاع الابواب، فتحي عثمان بتاع الابواب، ده جميل. فمره كنت قاعده معاه من قريب، وقعد يقول لي، ونقعد بقى، رحت له كذا مره واقعد ارغي معاه واشرب معاه بقى شاي ولبن ونحكي بقى في الشارع وحاجات كده. فمره كنت قاعده معاه فقال لي روحي زوري قرايبك الكبار، مش مهم تاخدلهم ايه معاكي، روحي شوفيهم، اقعدي معاهم، اتكلمي. والحقيقه الواحد ما بقاش بيعمل ده، يعني الحقيقه انا بعمل ده، انا مع الاسف الشديد انا بقالي كتير جدا ما بشوفش، انا علاقتي بكل الناس لونج ديستنس. لا انا عماتي وخالاتي احب اروح اقعد معاهم قوي. حبيبي انا بحب، بس انا من كتر ما الحاجات عندي مدوشه انا ما بلحقش. احلى وقت خالص في الحياه، لان انت بتروحي انا اخر مره شفت خالاتي كنا في رمضان وده كان بقالي كتير ما شفتهمش، لا قبلها كتير. لا انا لازم اشوفهم ولازم اشوف ولاد عماتي ولاد خالاتي. مع الاسف ما بلحقش، يعني انا مع الاسف نفسي كل مره اقعد اقول لهم ويلا، بحس بدفء بقى وبحس بامان وما بلحقش. ماشي يعني لا خلاص هسمعك اغنيه. ماشي الاستاذ عاصي الحلاني، مالي صبر يا ناس، اصلا بقى عشان بصوا الجو حر. شكرا نسمه مدحت، شرفتينا ونورتينا النهارده. وقال لك ايه؟ قال لك مع نسمه. بشكرك، خلونا دلوقتي
نسمع اغنيه حلوه قوي وبعد كده نرجع لكم وعرض ازياء مع مصممه ازياء استاذه ندى محمد صالح. خليكم على صباح مزيكا. صبر على النار والنار تاكلني والجسم ناحل صار ما عاد يحملني مالي صبر على النار والنار تاكلني والجسم ناحل صار ما عاد يحملني شد القلب يا خي لا يقتلك حبك ما القلب مكوي كي قلبي على قلبك شد القلب يا خي لا يقتلك حبك ما القلب مكوي كي قلبي على قلبك يا طيور بالعالي حنوا على حالي يا طيور بالعالي حنوا على حالي مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو الغالي للغالي ودوني مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني مطرح ما هو الفداء لو باست عيوني مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني مطرح ما هو الفداء لو باست عيوني يا طيور بالعالي حنوا على حالي يا طيور بالعالي حنوا على حالي مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو الغالي للغالي ودوني ومالي صبر يا ناس. برافو. النهارده معانا مصممات ازياء ومصنعات ازياء فنانه واصولها من احلى حته في مصر من اسوان واهل اسوان وجمال اهل اسوان. خلينا كده نرحب ولاول مره بتنورنا في اربعه شارع شريف استاذه ندى محمد صالح مصممات الازياء. ازيك يا ندى؟ اخيرا في اربعه شارع شريف نورتيني. ثانك يو. ليا شرف. وشرفتيني. ميرسي. وشهادتي مجروحه طبعا في اهل اسوان وجنوب مصر. الناس الحلوه الفنانة المزواقة. خلينا بس نفسي كده معاكي وتقول لنا بدأتي وازاي ودخلتي في عالم الموضة. طيب أنا أصلا خريجة حاجة بعيد كل البعد عن الموضة والفاشن وكده، بس أنا طول عمري حابة إن أنا أشتغل في الفابريكس والألوان والفاشن، فقررت إن أنا أعمل شيفت كارير عن المجال اللي أنا اتخرجت منه ودرست ديزايننج سنتين وبعد كده في مصر جوه مصر، وبعد كده اشتغلت في الريتيل في ماركات مهمه جدا في مصر، ماركات كبيره. كنت مديره يعني براندات او ماركات كبيره في مصر. بالزبط. مصري كله مصري. طبعا اول ما تعينت في الاول خالص كنت ديزاينر صغيره لحد ما الحمد لله اترقيت وبقيت هيد ديزاينر في الماركات اللي انا اشتغلت فيها، ماركات قويه قوي مصريه 100%. وبعدين بس قررت بعد كده ان انا اكويت كل ده وافتح ماي اون براند. طبعا ما انت فنانه لازم تعملي الماركه بتاعتك، والماركه بتاعتك زي ما احنا شايفين مميزه قوي، الوان رسومات وفيها وانا قاعده اتفرج على الحاجه فيها حاجه مصري
أيوة مش عارفه البرين حتى انت لابساه العين النخله بالنخله حدوه اللي زي الحصان او الكردان دي حقيقه في صح كده. انا بحب قوي ادخل في رسوماتي حاجه من مننا بالظبط كده انت قلتها مظبوط. انا بحب قوي العيون بحب ال محسوده مش قوي لا مش قوي بس بحب قوي الرسومات المعبره مش بحب الحاجات اللي بتدخل في بعض وخلاص لا بحب يبقى ليها معنى صحيح. والالوان طبعا صحيح احنا بلد بنحب الالوان جدا وانت عامله الوان حلوه قوي الروز والروز الاحمر دول من الالوان اللي مش سهله انها تتعامل مع بعض والاصفر مع الاورنج يعني مدخله ميكس حاجات مترقعه شويه طب اولا عايز اعرف بتختاري ازاي اقمشتك أوكي. وطبعا الحاجات المطبوعه دي كلها بتاعتك انت خاصه دي رسوماتنا احنا بس طبعا معايا تيم بتاعي معايا جرافيك ديزاينرز بيطلعوا كل حاجه انا عايزاها على الحقيقه القماش طبعا بيبقى مش اي قماش بينفع نطبع عليه بيبقى فيه قماش معين كومبوزيشن معينه عشان تشرب الالوان دي كلها بنعرف الموضه السنه دي بنعمل دمج للالوان بس انا دايما بحب احط الوان مش متوقعه بس انا حاسس ان انت مالكيش دعوه بالموضه انت عندك الموضه بتاعتك ايوه ما انا ده اللي بقوله عندك موضة بتاعتك انت بالظبط بحب احط الالوان اللي مش متوقعه عشان اكون قدمت حاجه جديده يعني بحب اوري الناس اللي ايه ده لا ده ممكن ده يمشي مع ده وتاند اب زي ما انت شايف كده الحاجات بتطلع حلوه فعلا بس هي مطرقعه بس بتطلع حلو. طيب احكي لي بتقعدي توضبي ازاي وبتستوحي الكولكشن او المجموعه الخاصه بصيف شتاء بقى وات ايفر ازاي؟ يعني بتختاري حاجه ازاي؟ طبعا بتاخد مني وقت ومجهود وعيني بتفضل على السكرين طول النهار بناخد انسبريشن بقى من كل حته الالوان الموضه السنه دي ايه الفاشن شوز السنه دي عامله ايه الناس حابه ايه بيجروا ورا احنا طبعا البراندز المصريه دلوقتي ليها قيمه كبيره جدا زي ما انت عارف دي حاجه حلوه ده الجولدن ايرا بتاعنا طبعا ولسه فبشوف ايه الموضه العالميه عامله ازاي وايه اللي احنا ممكن نقدمه هنا في مصر باعلى جوده بموضه تليق بينا احنا بالواننا فبمسك بقى حاجه بتفرج على الفاشن شوز بشوف الالوان السنه دي عامله ازاي هستخدم القماش عامل ازاي عشان درجه الحراره عندنا بقت حاره قوي ايه اللي يمشي معانا المقاسات قصه قاعده اتفرج عليكي كده وانت قاعده قدامي من اول شعرك الحلق الكوليه بتاعك الهدوم الصندل اللي انت لابسه مصري في مصري برضه عاجبني قوي المود اللي انت عاملاه اللي هو مصريه افريقيه يعني وده خلي بالك مش بنلاقيه معرفش ليه انت اللي هتجاوبيني مش أوكي. بنلاقيه في بنات وستات كتيره يعني انت ممكن تلاقي بره مصر جايز في الاونه الاخيره ابتدى يبقى فيه بس بره مصر تلاقيهم بيلاقوا حاجه عليها موتيفا مصري قديم حاجه من افريقيا بينبهروا بيها جايز الاجيال الجديده عندنا في مصر ابتدت تستوعب ده وحابه ده بس انت قصده ان انت اما حد يشوفك يقول دي مصريه يعني دلوقتي اي حد هيشوفك يقول دي جايه من تراب وطينه مصر ودي حاجه حلوه بصراحه يا بختك جدا يعني أنا حد يطول أنا 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 حابة قوي إن أنا يبان عليا إن أنا من الكالتشر دي طبعًا وأنا حاسة إن ده أنا يعني ده لايق عليا لايق على شخصيتي الألوان حتى شعري أنا حابة ده وحابة ده أبين ده في شغلي أهم حاجة إن هو يطلع في شغلي والحمد لله طبعًا الناس تقبلت الفكرة إن أنا بعمل بقدم حاجة زي ما أنت قلت كده من تراث مصري بس حاجة مودرن صرناها مع بعض exactly. صح تعالي نشوف فاصل وبعدين أوكي. نكمل عرض الازياء فاصل نرجع لكم خليكم على راس واحده
اكثر من رائع. هقول عليه شغل تصدير. انا عايز اشوف الحاجات دي في جاليري لافايت. يا ريت في هارد. يا رب. كده ومره ثانيه برحب بندى محمد صالح مصممه الازياء اللي منوراني ونزلوا لنا الفيسبوك والانستجرام الخاص بيها على الشاشه. قول لنا اسم البراند. راس ديزاينز. راس يعني ايه راس؟ راس يعني ندى باللاتيني. يا واد انت حلوه قوي. بصي بقى دلوقتي انت بقالك كام سنه؟ بقى عندي راس 5 سنين. اوي انت حاجتك فيها مجهود فظيع رغم انها حاجات الحمد لله كاجوال تعتبر، بس في حاجات ابريمي دي تنفع لبعض الظهر. هي حاجات كومفي وير اوفر سايز بتبقى مريحه وفي نفس الوقت شيك ولكل الاوقات. وكل الاوقات الفينشنج عايز اتكلم عليه طبعا. الخياطه يعني انت طبعا دقيقه جدا فالحاجه طالعه ومستخدمه قماشه صعبه يعني اللي هو الازرق او التركواز الساتان. ده قماشه صعبه في الخياطه وقماشه صعبه جدا ان انت الساتان تطلعه بالجوده دي. صح. لان لو الخياطه بتاعته وحشه هيبان ان هو كواليتي اي كلام. انت قماشتك كلها مصري؟ اه طبعا. أوكي. انا ما بستوردش خالص اي حاجه. احكي لي مشاكلك في ايه؟ احكي عادي. طبعا ما فيش فاسيلتيز قويه زي الاول. بنتعب قوي علشان نلاقي قماش بالجوده اللي انت شايفها دي. ويعني عقبال ما بتلاقي القماش اللي انت عايزه بيبقى تاني يوم كل يوم سعر كل يوم سعر. فاحنا بنتعب قوي علشان نطلع الجوده دي والالوان دي. بتصدري؟ انا عندي براند ثانيه اسمها راس قلبي في لبنان. اوكي. بقى بصدر من لبنان؟ يعني عندي وير هاوس هناك. اوكي. طيب تيجي نشوف اخر جزء؟ يلا. جاهزه؟ اه جاهزه. مزيكا. النهارده كان معانا ندى محمد صالح مصممه الازياء من اصول من اسوان اصلا من اسوان وزي ما انتم شايفين عامله كولكشن مبهره ال 12 قطعه اللي شفناهم كلهم احلى من بعض صناعه مصريه اصيله بفينشنج حلو الوان حلوه مشه حلوه طباعة حلوة. يسلم ذوقك شرفتيني نورتيني. هنستناك على كولكشن الشتوي ان شاء الله. مستنيينك. ميرسي جدا. ميرسي ليك قوي يا سيدي. احلى من بعض شرفتيني. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده في حلقه بدايه الاسبوع. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. باي باي. النهارده عندنا اكلات حلوه قوي قوي وصينيه اميره. اهلا وسهلا. الشياكه دي صينيتك فيها اكل ايه النهارده؟ فيها بطاطس ببلونيز وعاملين سلطه ذره بالفاصوليا وعاملين بقى الحلو النهارده كاسات البلاك فورست وصفه مدام امان جلال. ومهرجان حصاد المانجا ومعانا استاذ احمد شجيع صاحب فكره مهرجان الحصاد والرحاله معتز محمد منسق مهرجان الحصاد. منورين. بنور بك. المهرجان اخباره ايه السنه دي؟ ايه رايك في المانجا؟ عايزين تقولوا اي حاجه قبل ما نمشي؟ ان شاء الله. هو مثقفة الشارع استاذتنا ايناس ثروت. ازيك يا سريم؟ الاخبار؟ حبيني قوي. كتابنا عن ايه النهارده؟ كتاب قواعد العشق الاربعون. عندنا كمان النهارده فرقتي مزازيكي مع المطربه الجميله استاذه نجاه. هلو الحمد لله.